عرفت الفنانة ناهد يسري في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات بأدوار الإغراء الجريئة، ومنع عدد من أفلامها بسبب مشاهد العري. ابتعدت عن التمثيل لفترة ثم عادت، ثم ابتعدت مجدداً ولا تظهر في لقاءات تلفزيونية. وفي هذا الألبوم نتعرف على معلومات عن ناهد يسري. هي شقيقة المؤلفة والممثلة سامية شكري، التي نشرت مجموعة من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، ومن أفلامها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون. بدأت التمثيل بأدوار صغيرة وشاركت في أفلام مثل شاطئ المرح مع حسن يوسف ونجاة الصغيرة، وفيلم المساجين الثلاثة مع رشدي أباظة وشمس البارودي، وفيلم عدوية مع محمد رشدي، وفيلم نساء بلا غد. انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970 مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى بيروت لظروف نكسة 1967، وتوقف النشاط الفني في مصر، وكانت السمة الغالبية للمصريين العاملين في السينما اللبنانية هي ما عرف بأفلام الأغراء. ونجحت ناهد يسري في وقت قصير حتى صارت واحدة من نجمات السينما في لبنان. في عام 1974 تعرضت لحادث مروع أدى إلى وفاة صديق مرافق لها، وإلى تشوه بسيط في وجهها، ما جعلها تقرر اعتزال الفن. غابت عن الساحة الفنية عقب الحادث أكثر من 10 سنوات، حتى عادت في منتصف الثمانينيات بأفلام منها الطماعين والبرنس ولن يغيب القمر. آخر أعمال ناهد يسري فيلم اختفاء زوجة من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مقتبس من الفيلم الأمريكي Vanishing Act 1986. أجرت حواراً صحفياً في عام 2015، ظهرت خلاله بالحجاب وذكرت أنها لا تشعر بالندم على أعمالها، مشيرة إلى أنها كانت تقدم أدوار الإغراء دون حرج. وأوضحت أنها حجت بيت الله 7 مرات وأدت مناسك العمرة 29 مرة، وأشارت إلى أنها حينما تزوجت قالت لزوجها: أنا ممثلة مش بنت الشعراوي، وأفلامي بمايوهات وعريان وفيها بوس، ودي مهنتي واخترتها وأحبها.